احنا حاسين ان احنا في رحلة عبر التاريخ، احكي لنا. احنا في رحلة عبر التاريخ وكمان في رحلة مع العمارة التقليدية الرائعة الجميلة. شالي حصن جميل جدا اتبنى في القرن ال 12 الميلادي، اهل سيوة اختاروا الربوة العالية عشان يأمنوا نفسهم جوه المكان ده. كمان شالي مميزة في العمارة، ممكن نقول مصطلح قد يبدو لأول مرة الناس بتسمعه، هو مصطلح الكرشيف. الكرشيف عبارة عن مادة من الملح والطين والرملة، ودي جاية بشكل رائع جدا مع المناخ ومع الطقس اللي موجود في سيوة. أنا سمعت إن الكرشيف ده محدش يعرف يعمله غير أهالي سيوة، لأنه مش موجود غير في سيوة، ودي عمارة تقليدية رائعة جدا. شالي لما اتبنت في القرن ال 12 الميلادي كان أهل سيوة غرضهم إن هم يبقوا مأمنين نفسهم جوه القلعة نتيجة إن هم تعرضوا لهجوم خارجي من بره، وفضلوا فوق وعملوا نفسهم سور كبير جدا وأمنوا نفسهم جوه، وعملوا نفسهم باب كان اسمه الباب انشال، يعني باب المدينة، لأن شالي يعني المدينة. وكمان عملوا نفسهم شوارع ضيقة جدا بحيث إن أي حد لو فكر ان هو يهجم على المكان يقدروا يأمنوا نفسهم جواه، وعملوا نفسهم سور وأبراج مراقبة، كمان أمنوا نفسهم بأبار المية جوه القلعة ومعاصر لزيت الزيتون. وما اكتفاش أهالي الواحة ببناء السور بس، لا كمان بنوا مدخل واحد للقرية سموه باب انشال، ومعناه باب المدينة. وبعد مرور قرن من الزمن على بناء القلعة فتح باب تاني ليها من الناحية الجنوبية، وهو باب أثرات ومعناه الباب الجديد، وكان بيستخدم للي مش عايز يمر قدام رؤساء وكبار عائلات القرية اللي تعودوا ان هم يقيموا مجالس بالقرب من المدخل الرئيسي للقلعة. وبعد قرن تاني من الزمن اتفتح الباب الثالث في الجهة الشمالية، واللي بيسمى باب قدوحة، واللي كان مخصص فقط لنساء المدينة. وفضل أهالي واحد سيوة عايشين داخل المدينة أو القلعة لحد 1820 ميلادية مع وصول محمد علي والي مصر، واللي قرر فرض الأمن في الواحة، وبدأ أهالي الواحة يستوطنوا داخل باقي أراضي الواحة، والنزول الأخير ليهم كان 1926. لكن لسه أهالي الواحة بيشيروا إلى شالي على إنها الأرض الأم، وبيحرصوا دايما على إنهم يأدوا الصلاة داخل المسجد العتيق الموجود بشالي، واللي بيرجع بناؤه لسنة 500 هجريا. المسجد ده أقدم مساجد محافظة مطروح كلها، ده عمره يتجاوز دلوقتي 940 سنة، لأن ده اتبنى سنة 500 هجري، وكمان من جوه معمول بعمارة الكرشيف وسقفه من جذوع النخل بشكل مميز للغاية يعني. كمان شالي فيها مسجد تتندي أو مسجد مقبل، وده اتبنى سنة 600 هجري. وكمان ما يميز قلعة شالي ان قد ايه ان اهل السيوة كانوا منسجمين مع بعض في بيئة كانت بالنسبة لهم فيها تهديد خارجي، ولكنهم قدروا ان هم يعملوا نفسهم عمارة تتلائم مع المناخ اللي موجود في سيوة، وكمان يتعايشوا مع بعض في جو عائلي مع بعض. ليه؟ لان كان على رأس المنظومة الاجتماعية دي مجلس الاجواد او مجلس العقلاء اللي مكون من شيوخ القبائل اللي كان مسؤول عن إدارة شؤون سيوة في الوقت ده. وطبعا الناس هجرت شالي سنة 1926 لما نزلت أمطار غزيرة على شالي، وأنا بدعو كل الناس اللي بتتابعنا عبر تلفزيون اليوم السابع إن هم يجوا شالي ويتعايشوا مع شالي بكل الجمال اللي فيها. قلعة شالي بالنسبة لأهالي سيوة بتعبر عن جزء من الحياة القديمة والتراثية لأبناء الواحة، وتم الإعلان عن إنها أرض أثرية سنة 2008، وأحيت وزارة الآثار الطرق ما بين المنازل المهجورة في القرية، ومول الاتحاد الأوروبي عملية ترميمها بقيمة 640 ألف دولار، وتم رفع الأسوار ل 18 متر، وتم إعادتها مرة تانية لصورتها الأصلية قبل قرن من الزمن.
القلعة النهاردة جزء من البرنامج السياحي للزائرين للواحة، وخصوصاً إنها قريبة من السوق السيوي اللي هتلاقي فيه كل المنتجات السيوية الأصلية، بلح سيوي، زيت زيتون، حشيشة الليمون واللويزة وأباجورات الملح. في النهاية هتخرج من المكان ده وكأنك سافرت في رحلة عبر الزمن للتاريخ.